منذ أن شنت إيران هجوما كبيرا بصواريخ البالستية استهدف مواقع إسرائيلية ردا على اغتيال إسماعيل هنية وحسن نصر الله، والحديث لا يتوقف عن رد إسرائيلي محتمل وطبيعة هذا الرد والأهداف الإيرانية المحتملة والتي قد تشمل المنشآت النووية الإيرانية بحسب العديد من التقارير الغربية. تزايدت التكهنات حول احتمال قيام إسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية، وهو تهديد طالما لوحت به تل أبيب على مدى سنوات، لكنه يبدو مستحيلا بحسب تقرير لصحيفة الفاينانشال تايمز. فالرفض الأمريكي القاطع بعدم المشاركة في استهداف المنشآت النووية الإيرانية يصعب مهمة إسرائيل وقد يجعلها مستحيلة. ويشكل تدمير المنشأتين النوويتين الرئيسيتين في إيران التحدي الأكبر الذي تواجهه إسرائيل، حيث تقع منشأة تخصيب اليورانيوم الأساسية على عمق كبير تحت الأرض، لدرجة أن بعض القنابل الخارقة للتحصينات الأكثر تطورا في العالم قد تكافح من أجل الوصول إليها، في حين أن ثاني أكبر مصنع في فوردو محفور في جبل، وسوف يتطلب تدمير هاتين المنشأتين أسلحة قادرة على اختراق عشرات الأمتار من الصخور والخرسانة المسلحة قبل أن تنفجر. وبحسب الفاينانشال تايمز، فإن حجم القوة المطلوبة لإلحاق أضرار جسيمة بالمنشآت الرئيسية في إيران سيتطلب دعما أمريكيا واسع النطاق إن لم يكن المشاركة المباشرة، وبدون ذلك فإن الضربة الجوية الإسرائيلية المنفردة على المنشآت النووية الإيرانية ستكون محفوفة بالمخاطر، وفي أفضل الأحوال لن تؤدي إلا إلى تأخير برنامجها بدلا من تدميرها. إذن مشاهدينا، نعود لمتابعة هذه الصور المباشرة من ضاحية بيروت الجنوبية، حيث تتصاعد أعمدة الدخان بكثافة عالية، وهذا جراء استمرار التصعيد بين إسرائيل وحزب الله. من جهة أخرى، جدير بالذكر بأن غارات عنيفة كانت وقد سقطت واستهدفت مناطق عدة في الضاحية الجنوبية لبيروت، كان منها مناطق برج البراجني وحارة حريك والرويس وحي الأبيض وكذلك منطقة الشويفات. جميع هذه الغارات إذن بحسب المصادر الإسرائيلية تقول بأنها تستهدف عناصر في حزب الله، تستهدف منشآت لأسلحة يخزنها الحزب داخل مباني أو داخل أي منشآت موجودة ومستهدفة في الضاحية الجنوبية لبيروت. من جهة أخرى، كانت هناك أنباء متواردة عن دوي صفارات إنذار في شمال إسرائيل، تحديدا في صفد وضواحيها، ولكن حتى الآن آخر الأنباء تقول بأن الصواريخ وتحديدا من نوع فادي واحد سقطت في منطقة مفتوحة دون الإبلاغ عن أي إصابات أو استهدافات بعينها تذكر. جميع هذه التطورات المتلاحقة تأتي بعد أنباء كذلك غير مؤكدة من قبل حزب الله ولكنها شبه مؤكدة من قبل الجانب الإسرائيلي باستهداف هاشم صفي الدين، الخليفة المحتمل كان لحسن نصر الله أمين عام حزب الله في لبنان. إذن من جهة أخرى كذلك، وفيما يتعلق بالتوغل البري ومناطق الجنوب اللبناني، إسرائيل تقول بأن عملياتها لازالت قائمة وتقوم بعمليات مسح ودراسة لمناطق الجنوب التي ينتشر فيها عناصر من حزب الله لمحاولة منع التوغل البري الإسرائيلي. ينضم إلينا من القاهرة دكتور محمد عباس، الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام، مرحبا بك معنا. في آخر تصريحات لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن هناك مبادرات بشأن وقف إطلاق النار وأجريت مشاورات، يأمل عراقجي أن تصل إلى نتيجة. عن أي مشاورات وأي مبادرات وما صبغة هذه المشاورات لوقف إطلاق النار بالنسبة للجانب الإيراني؟
أهلا وسهلا بك. بداية لابد أن نشير لأنه إيران تتحدث بأكثر من لسان. لاحظنا زيارة عراقجي إلى بيروت بالأمس واليوم إلى دمشق كانت تتوازى مع خطبة المرشد في صلاة الجمعة بالأمس والتي أكد فيها استمرار دعم إيران لما يسمى حلفاء في المنطقة أو ما يسمى بمحور المقاومة. لكن بالتوازي مع ذلك كانت هناك رسائل أيضا للتهدئة أو توحي بأن إيران لا تمانع في الوصول إلى تسوية بدلا من أن الاستمرار في استخدام الخيار العسكري الذي يمكن أن يؤدي إلى القضاء على قدرات حزب الله، وهذا خط أحمر بالنسبة لي. اسمح لي على المقاطعة، ولكن القناة 12 الإسرائيلية تقول الآن وتنقل أنه في لبنان يتحققون إن كان أصيب قائد فيلق القدس الإيراني في غارات الضاحية، علما بأنه كان الحديث والتساؤل طبعا يحيط باختفاء قآني، أين ذهب قآني. هذه التصريحات تنقلها القناة 12 الإسرائيلية، تفضل بإكمال فكرتك على أن نأتي إلى هذه النقطة تبعا. الآن عندما يتحدث وزير الخارجية الإيراني عن من الممكن إمكانية الوصول إلى وقف الإطلاق النار، أنا أعتقد أو المشاورات التي تحدث، أنا أعتقد أنه يشير إلى الاتصالات التي تجريها الولايات المتحدة والقوى المعنية بالملف اللبناني، فرنسا تحديدا، هناك مبعوثين فرنسي وأمريكي يقومون بجولات في هذا السياق. أنا في اعتقادي إيران الآن تجري اتصالات مع الدول الغربية من أجل تعزيز فرص الوصول إلى وقف الإطلاق النار، لعل وعسى هذا يوقف الآلة العسكرية الإسرائيلية عند هذا الحد ولا يدفع إسرائيل إلى الاستمرار في تبني الخيار العسكري. أولا إسرائيل اختلت الصفوف الأولى من قيادات حزب الله، وربما أخرهم هاشم صفي الدين خليفة حسن نصر الله، وأيضا تعمل الآن عبر التوغل البري على تفكيك البنية العسكرية لحزب الله. لذلك في تصوري إيران ربما تعمل على تعزيز فرص الوصول إلى تسوية لأزمة الأزمة الحالية أو الحرب الحالية من أجل منع ربما هذه إيران الدبلوماسية، إيران الدولة، لأنه إذا نظرنا وحللنا خطاب خامنئي تحدث عن رسم خطوط المرحلة المقبلة وتحدث عنها بوضوح، هل تتفق أنه كانت واضحة أم كانت كلمات عبوية غير واقعية بالنظر لما هو عليه الحال وربط جبهة لبنان بجبهة غزة حتى اليوم؟ ربما أنا فوجئت بما جاء في كلمة أو خطبة خامنئي لأنه لم يكن بها جديد، يمكن الإشارة إلى أنه هناك موقف مختلف تتبناه إيران الآن فيما يتعلق بتطورات الحرب في غزة وفي جنوب لبنان. في اعتقادي حتى مع الكلمات التي قالها خامنئي وأكد فيها دعم إيران لحزب الله وحماس وغيرها من ما يسمى بمحور المقاومة، في نفس الوقت كان لدى أو حرص خامنئي على الإشارة لأنه إيران لا تتسرع ولا تنفعل، وهذا معناه أنه إيران من الممكن أن لا تواصل نهجها العسكري أو تواصل هجماتها الإسرائيلية ضد إسرائيل في المرحلة القادمة. إيران هددت بأنها من الممكن أن ترد على أي هجمات إسرائيلية مضادة وأنها من الممكن أن تساعد في الوصول إلى وقف الإطلاق النار. لذلك أنا قلت في البداية أنه إيران تتحدث بأكثر من لسان، حتى في خطبة خامنئي نفسها كانت تتسم للإزدواجية، تأكيد الدعم وفي نفس الوقت عدم الممانعة في الوصول إلى تسوية سياسية تنقذ حلفاء إيران قبل أن يتعرضون للانهيار، وبالتالي يكون الدور على إيران في قائمة بنك الأهداف الإسرائيلي. يعني أخطأت اليوم برأيك إيران في حساباتها، هي جهزت وصرفت الكثير على حزب الله، على حماس، على بقية الفصائل، ولكنها ركزت الاستثمار على حزب الله اللبناني، هل خذلها اليوم وبالتالي هناك تغيير في الحسابات؟ حسابات إيران ربما هي التي خذلتها وليس ما يسمى بمحور المقاومة. لماذا؟ لأنه إيران اعتمدت على الردع الإقليمي الذي قامت بتأسيسه منذ أكثر من 4 عقود واستنزفت موارد كبيرة على حساب الإيرانيين أنفسهم لدعم وكلاءها في المنطقة. هذا الردع لم يمنع وصول التهديدات أو الحرب الإسرائيلية إلى أراضيها، بدليل اغتيال إسماعيل هنية نفسه في مقر تابع للحرس الثوري في طهران في 31 يوليو الماضي. وربما إسرائيل تتمدد في عملياتها العسكرية لتصل إلى حدود إيران في المرحلة القادمة. لذلك لو لاحظنا إيران الآن تفكر في العقيدة النووية، تغيير العقيدة النووية، بمعنى أنها تدرك تماما حساباتها خطأت فيما يتعلق بالردع الإقليمي الذي يتعرض للتآكل والتراجع بشكل كبير، وبالتالي تسعى الآن إلى الحصول على آلية جديدة للردع وهي القنبلة النووية. لذلك إيران تعمل على مراكمة أكبر عدد
أكبر كمية من المواد الانشطارية التي يمكن أن تساعدها في إنتاج قنبلة نووية في حالة ما إذا اتخذت قرارا سياسيا في هذا الأمر خلال المرحلة القادمة. وأنا أعتقد أنه قرار ربما يكون قاب قوسين أو أدنى، لأنه إيران الآن أصبحت تشعر بتهديد شديد وأنها من الممكن أن تتعرض لهجوم عسكري مباشر من جانب إسرائيل أو من جانب الولايات المتحدة خلال المرحلة القادمة. طيب، إلى حين حدوث ذلك هناك رد إسرائيلي مرتقب كذلك، يقال بأنه سيستهدف النووي الإيراني. نعلم بأنه لا يتواجد في مكان واحد، موزع يمكن على 17 موقع. فلأي مدى هذا الرد سيحدث تغيير في المعادلة وبالتالي تغيير في الرأي الإيراني بكيفية إدارة هذه الحرب؟ اولا ساعود الى ما قلتيه فيما يتعلق بالاخبار العاجله في حاله ما اذا تاكدت صحه اصابه اسماعيل قاني قائد قيادة قدس او مقتله في الهجمات، فربما يكون ذلك جزء من الرد الاسرائيلي العسكري. وفي حاله حدوث ذلك ربما تستعيد اسرائيل عن امكانيه توجيه ضربه انتقاميه لايران بانه قتلت قائد قيادة القدس. بالتالي الإجابة هنا عن بنك الأهداف الإسرائيلي في الضربة المحتملة أو عن المدى الذي يمكن أن تصل إليه إسرائيل لن تكون مكتملة إلا عندما يتضح مصير قاني. هل قتل؟ هل أصيب؟ هل نجا من الحادث؟ هل لم يكن في المكان أصلاً؟ وبالتالي عندما يتضح كل هذا أنا أعتقد أن إسرائيل ستقرر أولاً المدى الذي يمكن أن تصل إليه العملية العسكرية المحتملة ضد إيران والأهداف. هل هي أهداف نووية، منشآت خدمية، محطات طاقة، قيادات عسكرية، قواعد عسكرية؟ كل ذلك سيتحدد بناء على أولا تحديد مصير إسماعيل قائد. طيب، وبالحديث عن مصيره، لأي مدى يعتبر اختفاؤه أمر عادي؟ يعني إسماعيل قاني وهو قائد فيلق القدس، إذا كما ذكرنا بالحرس الثوري الإيراني، كان يقال بأنه يخضع للعزل والمراقبة خصوصا بعد عمليات الاغتيال الإسرائيلية التي طالت قادة إيرانيين بارزين، لربما قادة في الصفوف الأول بحزب الله اللبناني. اليوم هناك حديث عن أنه ربما إسرائيل اغتالته. يعني كيف بإمكاننا تفسير نجاح إسرائيل في كافة هذه الأهداف التي تتوجه بالأخير يعني لإيران وأذرعها في المنطقة؟ أولا لابد أن نشير لأكثر من نقطة. أول نقطة هو أن إيران تعاني من اختراق أمني شديد، ليس وكلاء إيران في المنطقة فقط وإنما إيران نفسها. اختراق لم يكشف حتى الآن، يعني لازالت الأهداف متتالية، اسم أكبر من الآخر يتم استهدافه. صحيح، بدليل حتى أن القيادات العسكرية لم تكن موجودة في خطبة خامنئي بالأمس على سبيل المثال. ربما طبعا هي موجودة في إدارة العمليات العسكرية انتظارا للرد العسكري المحتمل من جانب إسرائيل، أو ربما تجنبا للاستهداف من جانب إسرائيل، لأنه بالفعل إيران مشتركة بشكل كبير. إسماعيل هنية قتل في مقر شديد التأمين تابع للحرس الثوري في طهران، وهذا دليل على أنه هناك خلل أمني كبير داخل إيران، وهذا الذي ربما يطرح السؤال عن مصير إسماعيل قاني. لكن دعينا أقول أن اختفائه هي مسألة عديدة. لماذا؟ لأن إسماعيل قاني المهام التي يقوم بها هي مهام في الخارج مفترض أنها سرية، يقوم بزيارات ميدانية في العراق، في لبنان، في اليمن، ربما في سوريا، وبالتالي دائما ما يطفى عليها نوع من السرية. لذلك اختفاؤه قد لا يثير تساؤلات. لكن ما أثار التساؤلات هو أولا نجاح إسرائيل في إحداث اختراقات أمنية لدى إيران ولدى وكلاء إيران، وهذا يتيح القول أو لا يمكن معه استبعاد احتمال أن يكون فعلا إسماعيل قاني تعرض للاستهداف من جانب إسرائيل، أو أنه الآن يخضع لإقامة بها نوع من التأمين الشديد خوفا على حياته من الاستهداف من جانب إسرائيل. لذلك كل الافتراضات محتملة الآن، وسيتضح خلال المرحلة القادمة ما إذا كان بالفعل قاني استهدف أو ما إذا كان موجود في مخبأ خوفا من استهدافه في المرحلة الأخيرة. حتى الآن أكيد لا تأكيدات على ذلك، ولكن إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول في هذه الأثناء أو تنقل بأن الجيش يستعد لهجوم كبير على إيران ستكون له عواقب على طهران. ماذا نفهم من ذلك؟ نفهم أنه إسرائيل بالفعل ترى أنه ضرورة الرد عسكريا على إيران. ولو لاحظنا سنجد أنه نحن اليوم في 5 أكتوبر، يعني فاضل يوم واحد على حلول الذكرى الأولى لعملية طوفان الأقصى. ربما إسرائيل تتعمد أن تتزامن الهجوم العسكري على إيران مع حلول هذه الذكرى، أولا لتأكيد أنه لديها القدرة على الرد على خصومها في المنطقة وعلى
طبعا تقليص حده الاهتمام بالخلل الذي تعرضت اليه اسرائيل نفسها في 7 اكتوبر الماضي، وتاكيد انها انتزعت زمام المبادره من خصومها الاقليميين، وانها الان تسعى الى تفكيك المحور الذي يهددها ويهدد امنها. لكن كما قلت كل الاحتمالات وارده، وانا لا استبعد ابدا في اللحظه الحاليه ان تكون هناك اتصالات بين ايران واسرائيل عبر الولايات المتحده، وربما ما يشير الى ذلك زياره عراقي بالامس الى بيروت وسماح اسرائيل بنزول الطائره بالمناسبه، لانها سبق ان منعت طائره ايرانيه من نزول الى مطار بيروت. هذا معناه انه زياره عراقي الى بيروت حدثت بعد ان تم التنسيق مع اسرائيل عبر الولايات المتحده. كل ذلك يتيح القول بان هناك اتصالات عاجله، اولا لانقاذ الموقف في لبنان وحزب الله، وايضا ربما لانقاذ ايران نفسها من انه قد تكون الضربة العسكرية الإسرائيلية أقصر إيلاما مما حدث. هذه الضربة هل بإمكاننا أن نتخيل إذا ما كانت ستستهدف شخصيات معينة في إيران، نظرا بغض النظر عن تبعيتها، أو ستستهدف منشآت نووية أو أماكن بعينها وليس شخصيات؟ سؤال مهم. يعني بنك الأهداف الإسرائيلي المحتمل يتسع ليشمل كل ذلك طبعا، يعني لا يمكن استبعاد هذا الأمر في ظل ما يحدث. يعني إسرائيل استهدف كل قيادات حزب الله، يعني بعد أن تم تعيين هاشم صفي الدين خليفة لحسن نصر الله قتل بعد استهدافه منذ أيام قليلة. هذا معناه أن إسرائيل قد تتعمد تبني أو استنساخ نفس الموقف في إيران. ربما الهدف الأساسي هو أولا بالفعل استهداف قيادات عسكرية من الحرس الثوري، قائد الحرس الثوري إسماعيل قاآني رئيس هيئة الأركان، ربما هذا يكون ضمن بنك الأهداف، وايضا القواعد الصاروخيه التي انطلقت منها الهجمات ضد اسرائيل، وهي 9 قواعد بالمناسبه انطلقت منها هذه الهجمات، قد تتعرض للاستهداف من جانب اسرائيل. ربما منشات الطاقه، الوقود، محطات المنشات النفطيه، الى جانب المنشات النوويه. كنت اعتقد انه هذا الموضوع النووي بالذات ربما يكون في ذيل الاولويات، لانه ربما يكون هناك فيتو امريكي على هذا الامر، لانه قد يؤدي الى اتساع نطاق الحرب الحاليه على نحو لا يتوافق مع حسابات اداره بايدن التي تنتظر الان اقتراب موعد الانتخابات الرئاسيه الامريكيه في 5 نوفمبر. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من القاهره دكتور محمد عباس الخبير في الشؤون الايرانيه بمركز الاهرام.